السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نديرو تتمة ديال الجزء الأول ديال السفوف ديالنا. خلينا عارفين في اللوز اللي فزقناه بالماء سخون وحطيناه شي شوية يغلى، مجرد الغليان أو اللي تخليته في الماء سخون، يعني بحال هاد الطريقة، وتسدو عليه واحد غطاية واحد 5 دقائق ولا حتى اكثر. علاش؟ حتى لو كان ديك الجليده تبغي تحيد وتحيد، ماشي غير تبغي نحيدوها، يتنسلقوه شي شويه باش نحيدوه بهاد الطريقه اللي كتشوفوها، راه كلشي كيعرف اي نقي اللوز ونخليوه ينشف قد ما نشف، قد ما مزيان، قد ما نشف قد ما مزيان، ما نزربوش عليه. نديرو اللوز اليوم ونخليوه غدا او لا بعدو، حتى لو كان ينشف مزيان، ولكن انا غطيوه. هنايا ملي كنبغيو نحمروه ما كنحتاجوش نعمرو الكاسرونه بالزيت الروميه ونحرقو ديك الزويته باش يولي عندنا واحد اللون قهوي، الا غادي نقليوه بواحد الشيء يعني اللي ما غيخطر لكمش على البال، ويعطينا واحد القرمشه وواحد اللون ذهبي. يا سلام. المهم بالنسبه للسفوف اللي درنا ليه القامه ديالو وصوبناه وداك الشيء، هذاك ضروري يتسمعك باليدين بحال اللي غتعجنوا العجينه، او لا يكون عندكم واحد الميكسر بحال هكا وغادي يتعلق ويتزعلك في داك الميكسر، يعني بحال غادي تطحنوه. ما تنساوش ان درنا فيه اللوز والجنجلان اللي عطانا الزيت ديالو، ما زدنا حتى شي زيت، وهنا غادي نزيدو عليه واحد الجوج معالق ولا حتى 3 المعالق الكبار ديال واحد السير، كيعطيه واحد الماده تتعطيه واحد التعليكه. يا سلام. نخليو هاد العناصر ونعاودو نطحنو الباقي، ما كنطحنو شي، كنخلطو، لان ديجا الجنجلان واللوز وداك الشيء طحناه مزيان حتى عطى الزيت ديالو. هنا كنزيد عليه واحد السليفه ديال اللوز اللي مقرمشه، ما منقيه ما والو، داك الشيء اللي طحنته كنعاود نزيد عليه واحد السليفه، كندوز واحد التويزه خفيفه وكنمشي نقلي الباقي. نقلي اش؟ غنقلي الزيت. هنا شنو درت؟ هنا درت زيت نوا ديال كوكو. الزيت ديال نواة كوكو يعني واحد الشيء رهيب في نكهة ومذاق وبنة والشيء. يا سلام. هنا فاش غادي نحمرو هاد اللويزات، وهاد اللويزات ما مستعدينش نعمرو ديك المقلاة بالزيت او كاسرونة بالزيت بحال اللي غنديرو الفيت، وحتى الفيت ولينا كنديرو في الفران. علاش؟ حنايا غادي نديرو اللوز في واحد الزيت اللي كيكون محمر، وكناخدو داك الزيت اللي كتحمر كياخد واحد اللون ذهبي، وكنديرو في السفوف ولا الزميتة. الا هنا غنديرو غير هاد جوج معلقات اللي كتشوفو، وغادي تتوافقوا السخونه، هذا كتوافقوا السخونه داك الزيت ديال نواة كوكو، وكنحرك وكندير العافيه مهيله، وكنحرك اللويزات ديالي، وداك نواة كوكو كيدوب، ودوك اللويزات تيطيبو يعني كيبداو الطياب ديالهم، لان بدينا بالمقله والزيت بارده. ومن طبيعه الحال لا كويسون اونغلاز هي واحد الطبخ اللي كيبدا يعني ديال لا كويسون ديال لي زاليمون، اللي كتبدا من لو فون ديال لاليمون ميم، يعني كيكون داك تيطيب ليا من الاول، من الاول هو تيطيب، يعني درنا الزيت بارده مقله بارده والى اخره. من طبيعه الحال كيجي مقرمش من الداخل وما كيجيش خضر، الدليل انه كيبقى يطرطق بحال اللي كتشوفوا، كيبقى يطرطق طرق طرق بحال القليه، اذا تيتفتت يعني كيولي على جوج، ديك اللويزه كتفرق على جوج. المهم كي تياخد واحد اللون ذهبي رائع في منتهى الجمال. يا سلام. وتبارك الله وصلى على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا محمد رسول الله، وعشركم مبروكه. المهم نبدا نقول لكم في هذه الاسرار ان شاء الله. هذاك اللوز اللي اقلينا وصوبنا كناخدو واحد القدر منه باش نزوقو، كنكبو داك اللويزات وديك الزويته على داك الخليط ديال داك السفوف او الطحين واللوز والجلجلان
والنافع وداك الشيء اللي درنا راه نتوما شفتوه في الجزء الاول. اللي ما شافش الجزء الاول يحاول يشوفه لانه فعلا هائل. وعلى كل حال بسلامتي وتبارك الله عليك. ناخذ الجنجلان اللي نقينا وغسلنا وشمشنا اولا دوزناه في مقيله وسخناه وعاد كنديروه في المقيله وكنزيدوا عليه حتى هو نفس الشيء بحال درنا اللوز. كنزيدوا عليه الزيت ديال جوز الهند وكنعطيه واحد التحميصه واحد التحميره واحد التحميره يعني تحميره ماشي تحميره يعني نحمره حتى ياخذ واحد اللوين وكيطرطق لينا. كندوقه كيطرطق لينا طق طق ملي كنبغيو نمضغوه كيكون مطرطق يعني هو هذاك كيطرطق. ومن بعد كنخلط مع السفوف ديالي يعني داك اللوز وداك الجنجلان وكنخلطو مزيان وكنديرو بالطريقة اللي بغيتو، يا في المول العجيب يا في زلافة يا في جميلة يا في كوكوط رزوق كي حبيت وكي بغيت ماشي تتبقى يعني ماشي مشكل. يعني كان منين على سلامتي منين درنا اخيرا اللوز وكنصوبو وداك الشيء متعة فيه يعني واحد الشيء يعني مذاق يعني فيه بزاف ديال المنفعة يعني غني على التعريف بلا ما نزيدو فيه لا زبدة ولا زيت رومية. ممكن تستعملوا الزيت البلدية أو الزيت ديال الجنجلان يا سلام كيجي هائل. كنزوق واحد القدر بحال هكذا وكناخد واحد القدر آخر في واحد الإناء اللي تيكون داك السفوف تيكون شويه بصابلي تيكون بحال مرمل تنخليه واحد شويه جانبا وكنزيد عليه هاد بولان ديال النحل لقاح النحل كيجي يا سلام. فطور رمضان او فطور عادي اليومي يعني فيه بزاف ديال الفيتامينات وبزاف وبزاف. ونخليكم والى اللقاء يا اصدقاء في فرجة لاحقة وإن شاء الله بإذن الله مع وصفات كيف عودتكم صحية وهائلة بالنسبة للكبار والصغار. وأهلا وسهلا بكم وإلى اللقاء وعيش لكم مبروكة.